ومعنا الصيدلاني المختص أستاذ أو الدكتور أحمد أو أيمن خسروف من ريف حلب، طبعا مختص بالتشخيص المخبري. أهلا بك دكتور أيمن. يعني بداية، لو تحدثنا عن مرض إنفلونزا الخنازير وأعراضه ومدى خطورته أيضا. المشاهدين، أولا إنفلونزا الخنازير هو مرض قديم أو حالة قديمة، تتشابه في أعراضها في كثير من الأعراض مع الإنفلونزا العادية التي تصيب أي شخص أو الإنفلونزا الموسمية. خطورته تكمن في إصابة الأشخاص اللي عندهم مشكلة في المناعة، كبار السن، الحوامل وغيره. أما الأشخاص العاديين فأحيانا يصاب الشخص ويشفى منه بدون أن يشعر حتى، وهو بنسبة 98% حالة شفاء لديه. خطورته مثل ما قلت تكمن عند الأشخاص ضعيفي المناعة، الأطفال تحت 5 سنوات، كبار السن فوق 60 عام، وأيضا طيب الحوامل. دكتور، يعني أنت قلت أن يعني أعراضه مشابهة جدا لأعراض الإنفلونزا العادية، كيف يمكن تمييز أن هذه الأعراض هي إنفلونزا الخنازير وليست حالات رشح عادية مثلا؟ تمام. الأعراض المشابهة للإنفلونزا إذا استمرت مع المريض أكثر من 7 أيام أو أسبوع عليه أن يراجع الطبيب لشك في وجود إنفلونزا الخنازير. الطبيب عندما يشاهد المريض ويشاهد أعراض محددة يستطيع القول والتشخيص سريريا، نقصد سريريا أي من المشاهدة على السرير، يستطيع الطبيب أن يقول هذا المريض لديه إنفلونزا خنازير، واحتياطا يضعه في غرفة ضمن المستشفى معزولة عن الآخرين. هلا أحيانا نتطلب إجراء تشخيص مخبري أو تحليل للتأكد بأن الإنفلونزا التي تصيب هذا الشخص هي إنفلونزا الخنازير، وهذا يتطلب زرع فيروسات، وعادة هذه المخابر تكون غير متواجدة في النواحي والأحياء وغيره، تكون مركزية. يعني أحيانا في دولة كاملة مثلا بيكون في مدينة واحدة موجود من هذا الجهاز، لذلك التشخيص يكون من قبل الطبيب بالاعتماد سريريا. في حال التأكد من الإصابة وتم تشخيصها ومعالجتها باكرا إن شاء الله لا تتطور إلى حالة لماذا وفاة أو تنتشر الإهانة. هذه أو ينتشر هذا المرض تحديدا في مناطق سيطرة النظام بعجالة لو سمحت؟ الإنفلونزا الخنازير تنتشر في أي مكان، لا يمكن يعني أن نقول في منطقة النظام وغيره، هي أصلا هي عبارة عن حالات عابرة للحدود تصيب التجمعات البشرية، تزداد إصاباتها بوجود التجمعات البشرية، المخيمات، انعدام المناعة، انعدام النظافة، ولذلك الوقاية، نأخذ الوقاية من هذه مفهوم. المعطيات، يجب غسل اليدين باستمرار، الابتعاد عن أماكن الازدحام، الابتعاد عن الأسطح شكرا. الملوثة. نعم. الناس تحب المشفى والدخول إلى المشفى، يعني تقعد بالمستشفى، المشفى وعيادة الطبيب والمخبر مفهوم. والصيدلي هي أكثر الأمكنة التي يمكن أن تكون فيها إصابات شكرا. بسبب وجود الازدحام الآن نعم. في المدارس، قلة التشخيص، قلة التوعية، قلة النظافة أو مفهوم. انعدام وسائل أيمن النظافة تزيد خسروف كل هذه الصيدلاني الأمور. المتخصص بي